كانيلوني بصوابع الكابوريا، ده البيز بتاعها وده الاساس. معاها بقى فلفل الوان، بصل احمر، ذره، توباسكو صوص بيبقى سبايسي شويه للناس اللي بتحب الحاجات الحراقه، ومكعبات مرقه سي فود، وعجينه الكراب اللي هي طبعا احنا عارفينها اللي تبقى بيضه عليها نص كوبايه لبن، عليها كوبايه دقيق، ملح وفلفل، ممكن بودره ثوم، بودره بصل، بابريكا، وبنحطها في الطاسه غير لاصقه تطلع بالحاجات الحلوه دي. خلاص طيب، قبل بس ما نبتدي ممكن ايه نجيب الزبده نحطها كده، نحط معاها البصل، مش عايزه اي حاجه تستوي، انا بس عايزاهم ياخدوا طعم الزبده، بيبقى الطعم مختلف شويه. خلاص اهو، ملح، فلفل اسود، مكعب مرقه السي فود، بتديها نكهه ظريفه يعني، ذره، فلفل ملون. ماشي، كل دول هم مع بعض زي ما قلت، انا مش عايزاهم يستووا، انا عايزاهم يفضلوا كده ايه محتفظين بالقرمشه بتاعتهم الكرانشي وبالايه وبالوانهم من غير ما يتبلوا خالص. ماشي، هحط بقى هنا ايه صوابع الكابوريا بتاعتي، دي موجوده في اي سوبر ماركت دلوقتي وسعرها حلو جدا ومناسب وطعمها لذيذ قوي، يعني انا شخصيا بحب طعمها، او بحب طعمها اكتر لما بيتشوح او بيتحط عليه كده حبه ميه يطرى شويه، بتظهر طعمها بيظهر ساعتها. يعني بحب احط لها الميه دي عشان طعمها يظهر. بس خلاص كده. طيب نجيب الجبنه كده اقلبها، معلقه كريمه واقلب، التوباسكو صوص لو عايزينها سبايسي، طيب كده خلاص صوابع الكابوريا بقت جاهزه. هجيب بقى ده كده، ودايما بقول لما نيجي نحشي نحطهم كده ايه بعد اول ربع ونحط اتنين. واقفل. انا ممكن ايه احط على طول في الصينيه، احط معلقه كريمه صغيره او مكعب زبده يعني المتاح. كده يبقى احنا عملنا ايه هنا؟ بصل احمر شوحناه مع فلفل الوان مع ذره بزبده، وحطينا في الاخر معلقه من التوباسكو صوص او الهوت صوص السبايسي، وجبنه تشيدر مبشوره، صباعين كده من صوابع الكابوريا، ولفينا وحطينا في الصينيه تحتيها يا اما مكعب زبده يا اما معلقه كريمه عشان بس ايه حاجه ما تلزقش. اهو كده كده، ونقلب. هجيب معلقه الكريمه، مش عايزه كتير خلاص، مش عايزه الطعم يروح. كده اهو،